معلش ما في كورة. بسم الله. مش الحال. يلا واحد. يلا واحد اثنين ثلاثة يلا قول يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. 8/5/2011 بيان أهالي مدينة إنخل. إنما بثته قناة الدنيا التابعة للإعلام السوري أن أهالي مدينة إنخل يناشدون الجيش السوري للقضاء على الجماعات المسلحة في المدينة. نقول إن هذا الخبر عاري على الصحة، وأن الأهالي في مدينة إنخل مجتمع متماسك ومتعارف، وهو بيئة نقية خالية ممن وصفهم الإعلام السوري بالمخربين، ولسنا بحاجة لمجزرة جديدة، وهذه ذريعة ومقدمة لدخول الشبيحة وعناصر الأمن للمدينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يريد إصلاح النظام. الشعب يريد إصلاح النظام.